اللي نومه ونروح ننزل من التي من قفك تفنس مالته. اطلع اقول لك اطلع العصابه شوف شو يسوون هنا. اطلع ولا بالحلقة السابقة هذا الإنسان تعب نفسيته من هاي الطيور رغم أنه انتقم من عندهم، ولكن قرر يهاجر إلى مكان ثاني. انتقل إلى هذا المكان الجميل الهادئ ولكن ما يدري هنا ينتظره نوع ثاني من الحرامية المزعجين، يب اللي هو هذا الحرامي الغثيث بيغوموستاكس. كل ظن هذا الإنسان أنه راح يعيش بسلام، ولكن لا، مع وجود هذا الغثيث اثنين حرامية مو وقتكم، لسه ما جمعنا شيء. اي المسكين هنايا طلع يشوف الاجواء الحلوة وراح يحكي لكم عن سبب مجيئه هنايا. صباح الخير، اخيرا افتكيت من المكان هذاك الغثيث ومن الطيور اللي جت تغثتني، وفي النهاية تعشيت فيهم والحمد لله كانت عشوة كثير حلوة دسمة. نقلنا البيت طبعا، نقلت من هناك لأنه جو أعمامهم وأخوالهم وأولاد عمهم يطالبوا بإثار، فهربت من هناك وجيت لهنا. بس أحب أقول لكم يا شباب، ما خلصنا من المخلوقات الغثيثة، في مخلوقات غثيثة كثير تواجهنا في المود والماب هذا، فالله يستر وإن شاء الله ما نواجهها. خلونا نبدأ شغلنا ونقوم ونقول يا صباح الخير وألف صباح عليكم. يعني حرامية طائرين وخلصنا منهم، جيتونا أنتوا على الأرض؟ والله ناسب لي هذا بالدعسة. يا صباح الخير يا صباح الخير، صباح الجميل ما شاء الله تبارك الله. صبحت فيك عند الباب يا أخي، فكني يا أخي، أعتقدني جاييني لبيتي. أنا ما خلصت من أولاد عمك اللي يطيروا. أنا جاي لك أولاد عمي. هذا واحد ثاني، لا حول الله، سرقوني. لا حول الله والحرمية هذولا. يا أخي إيش في إيش في إيش في يا اخي، اولاد عمك انا تركتهم يا اخي، هذا حقي يا لوتي. اني اولاد العم الاصلي، اني جدهم الكبير. يا اخي فكني يا اخي، انا هربت من الطير اللي اول جاني. انت ليش ما اقدر اسرق منك؟ ليش ما شنو انا حرامي فاشل صاير؟ اني جاوبني ليش ما اقدر اسرق منك؟ تعال 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 تعال. والله ما تقدر تسرق مني عشان انا طفران لسه، اروح لما اصير غني. طفران. طيب اذا هيك يعني راح اروح ليه ما تصير غني واجيك. اوكي راح اسرق من الدب هذا، ترى عنده اشياء كثيره. روح. طيب انا علم، لا تستهين بصغري، ها لا تستهين بحجمي، انا علمك. يلا تحدد تروح راح تروح للدب. يا بوي نترقب الانسان هذا قاعد يحاول يروض يا ولد. ايه ما اقدر، طار نروح ورا 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 بسرعه. خلي نومه ونروح ننزل من التي من قفك تفنس مالته. اريد اعرف شعور الداينو الغثيث من يجي انت منوم داينو يجي ينزل من التي من قفك تفنس. شوفوا هاي الفكره مال الداينوات الغثيثه، قاعد هيجي شاف نومت الداينو يجيك فجاه. خلص الاستامينا، اضرب الداينو ماله. لا نمت ولك الله ياخذك وياخذ ايامك. طيحت التيم ما عرف تنطقه. الله ياخذ ايامك ان شاء الله. انا شنو تيمينج افكتفنس؟ انا جيت اشوف جثه كلها وانا حرامي، هذا طبعي ولا حرامي. وكمان تتكلم لك عين، بطلع عينك الحين. انا علمك، خليني بس اصحى وانا علمك. ما انت شايف حالك نايم؟ يلا هذه رصاصة الرحمة، انت راح تجيب لي اولاد عمك اولاد خالك؟ انا ما اعرف، بسيطة اجيبهم كلهم. ابلع اقول ابلع، والله لا اشقكم شق. اوكي شباب، مثل ما شفتوا اليوم حلقتنا الحرامي الثاني
النوع الثاني من الحرامية المزعجين في آرك. طبعا التعليق اللون راح نختار أي لون، ما أدري أشوف يا لون إيدي يعني راح نختاره عشوائيا، بنفسجي وأصفر. طيب هذا مهند يقول حياة ترايك، نشوف كمية الوفات والفزعات. أوكي اللون يقول لك بنفسجي، والله الأسود أوكي راح نخلي لون الأسود همنا وياه علشان تعليق الولد. طيب بنفسجي وشنو هو أصفر؟ شوف يلو الأصفر والبنفسجي والأسود. أوكي تمام والله بيبي بيبي شكله حلو. لا ماشي نسويه، هو كبير بالعمر يعني كبران، نسويه أبو سرقة نسميه عرامي. أكسبت لتس جو، خلي نشوف نتعامل ويا هذا الإنسان اللي كتل أقرباء أبو سرقة وش نسويه. طيب وصلنا للمكان المنشود وهذا واحد من أقربائنا، يا ريت تطلع بنت العم شي يعني كمان. أوكي شو ميتينج؟ لا والله مو ميتينج، هذا ميل. تعال عاد هسه إلقالك فيميل، دور على فيميل على مود نقدر نبني العش. أوه وود، منين أجيب وود كمان؟ تقول لي هذا لا ما أتوقع يجمع وود. اوكي يعني هذا نباتي هو صدق، وهذا يتروض عن طريق، احنا نسينا يتروض عن طريق التوت، فخلوا نجرب نجمع وود شلون. هل راح يجمع وود؟ يعني يقول تبني عن طريق التاتش والوود، الله ما ادري سالفتنا داتشة. والله شوفوا لحد الان هذا ما مسوي هارفست لاي شيء، يعني تشوفون هذا يقول انك لازم تاتش وود، قاعد احاول اجمع ما اقدر. يعني معنات هذا المخلوق عايش على السرقة، عايش على الحرام. هذا المخلوق جوعانين، حاول نسرق هذا، خلينا نحاول نسرق الإنسان هذا المخلوق. شافني اركض شافني نسرق بيته هو ما يدري. خلي بسرعة جوعانين، والتخدير فول هسه راح يصير، ونقدر أكل. نايس أكلنا راح الجوع. انطيني وود، انطيني شو اسمه، خلاص رحم الله والديك. أوه ما أقدر أمشي. أكل وين التوت؟ أكل الحرامي راح البيت، باب البيت مفتوح. أوه جاي خلنا نسوي بسرعة أسوي شو اسمه هذا، جاي ما يشوفني. سرقته، أخذت منه التوت وأخذنا التاتش والوود. نايس امشي خلنا نروح نسوي العش مالنا وندورنا على شريكة حياة. لا سرق مني الأشياء، أحول الله والحرامية، والله يا ضي يبغى لأشتكيهم على قبيلتهم ولا أنا أعلمهم الأدب ذولا. اوكي شباب لقينا فيميل، تعاي شريكة حياتي، تعاي. يعني عندي بيت، عندي الواني حلوة، شوفي حتى عندي عش مسوي جاهز. ولك اوقف يا البيض. اوكي تمام نحصلنا بيضة، نكون لنا عائلة اسرة جميلة، ونروح على ذاك الانسان لان احنا توعدنا له. انا سرقته ولو يعني تقول لي خلاص انت سرقته بعد شو تريد منه؟ لا داينوات الغثيثة متعودين، سرقة واحدة ما تكفينا. شوف البيضة اكبر من العش. هسه تضحك علي تقول لي ولك انت ما تستحي مسوي لي بيت صغير هالكبراته ربع متر؟ لا حتى نص ما ولك نص ربع ما يطلع متر. صار عندنا اولاد صغيرون لونه نفس لون الاب. نايس. هي شوفون زوجتي شريكة حياتي ماتت، من اللي كتله؟ هذا الخسيس المعفن هذا، والبيبي بعده صغير، طفل صغيرون بعده اجا كتلنا. يل ما تستحي زين ليش ما تستحي؟ والله ما هربت 40 هيلة. تعال تقتلهم مو؟ أنا صح هربت بس أنت قاعد تدمج. لا دمجك قوي أنت،
والله الطاني وحده. خلوني اجهز العصابه واجيكم. جهزت لي مجموعه مرتبه من العصابه هاي، صاروا شقد؟ 5 واني السادس. هوايه ما نريد، هذا العدد كلش كافي. ليتس جو، خلوا نسميهم. اول شيء نبلش بهذا ليفل 90. نختار عشوائيا شباب، اختار عشوائيا، ما علي منه فلان وما ادري منه، عشوائيا قاعد اختار. حمودي ام ار يقول مارش ما تقدر تسوي سيرفر ارك موبايل، بس انا عندي مشكله ديسكورد ما بتذكر. حبي 3 سيرفرات اكو لارك موبايل، وحاليا راح يصيروا 2 لانه ها اتذكرت كلام مهم شباب، انه راح افتح لي سيرفر لهذا مال بلاي اس داينو. اللي عنده ارك بي سي خلي علق تعليق عندي ارك بي سي على مود اضيفه للسيرفر، ونسوي حلقات بلاي اس داينو ويا المتابعين، نصير مثلا داينوات افكار انا اجيب لكم. فاللي عنده خلي علق على مود اضيفه لانطيله رتبه بالديسكورد واتواصل وياهم. تمام عمود ام ار. طيب الثاني يروح المن، الثاني ليفل 300. اوكي مازن كمان، ليش ما ليش كل ما تنشر مقطع يجيني ارك موبايل؟ حبي عن طريق الخطا يصير هذا، يعني صار مرتين انسى العنوان، اني عنوان قبل قديمه من مثبت ارك موبايل لما كنت انشر ارك موبايل، فاذا انشره بدون تعديل العنوان يطلع لك ارك موبايل. وانتم من يعني مو بس يطلع لك عنوان ارك موبايل، مثلا تجي اشوفك بالقناه اشوفك يعني معلق شيء، يعني اي عنوان يصير، ارك بي سي، ارك اوميجا، قصدي ارك جايا، اي شيء تعالوا. طيب ليتس جو. هذا الاخ اللي اسمه اللي ليفل ايش قال هذا ليفل، والله ما انتبهت للليفل. تي 17 دوت اكس مارش ليش اوكي نفس السالفه نعيدها؟ لا ما يحتاج. تي 17 طبعا واحد راح يروح الى اولد وولف، طبعا هو الممثل اللي موجود ويانا حاليا اللي راح نهجم عليه. هذا اولد وولف ليفل 165. ليفل 375 خلينا نشوف الى من يروح. خلينا نشوف الى من. شاهين لون اسود وابيض. اوكي شاهين هذا راح الى شاهين، وهيا بالعصابه. تعالوا يا العصابة، خلي نروح على ذاك الإنسان. أول شيء تعالوا عندنا حالة انتقام. هذا شوفون هذا قبل شوية قتل أحد جماعات مجموعاتنا، اقتلوه. ولك اقتلوه، لا اقتلوه ضربوه، لا راح يموتون منها السيدة هيك، راح يموتون منها السيدة هيك. قتلوه أنتم سباع، أنتم تستطيعون. والله كفو ورب كفو من العصابة. هيا بنا ليتس جو، اكو انسان عايش هنا، خلي نروح له ليتس جو. وقاعد شو يسوي؟ ديشوي؟ اي ديشوي يا ولد، ديشوي لحم. لن تفلت غافلتت من جماعات الحرامية الطيور، هؤلاء لن تفلت منهم. جايكم العصابة الأسطورية. أوه صار هجوم مباغت، هجوم مباغت على العصابة، هجوم مباغت من الطرر أبو بيرد، طرر أبو بيرد. لا يا الخسيس يا طرر، لا يجيني يا ولد، دافعوا علي. كفو من العصابة وربي كفو، ورا عصابة كفو، عصابة أسطورية وربي، والله كفو من العصابة. يا العصابة جاهزين؟ هذا اللي هو اللي كان يهددني، هذا تشوفونه، هذا اطلع ايها الانسان الغثيث. لا اجى هذا الطير النوبه، ايش الاصوات؟ اطلع وخر هذا الطير. مين في؟ اطلع اجيناك، اطلع اقول لك اطلع. العصابه شوف شو يسوون هنا، اطلع. ولا هذا الطير اللي عندك قاعد يدافع عليك، مو بسيطه هين. هذا الطير ما راح يعيش، هذا الطير ذا ما راح يعيش، هذا الطير انا متبري منه، خلص متبري منه، اعتقوني الوجه. بعد كيف يهجم على العصابة هاي؟ مو تبعي. وين راح هذا الإنسان؟ الخطة بيه. وين راح؟ الخطة بيه. وين راح هذا؟ أي خطة بيه؟ تعالوا كسروا هذا الكم فاير. بسرعة. كسر نسرقه. أرجع ريوس. وين ريوس؟ تعالوا. تعالوا هجوم هرب. ولا. هرب روحوا له. ولا. روحوا له. ولك روحوا له. أنا ما أهرب. ولك. تعالوا اتركوا هذا الصندوق، اتركوه
الصندوق اتركوه يا الحرامية وربي، صرفت الحرامية وربي عندهم هذول حرامية، ولك اهجموا على ذاك، ولك اتركوا الصندوق اهجموا على ذاك الإنسان هذاك هو. تعالوا تعالوا اهجموا عليه. ايه ايه روحوا له. لا روحوا له. لا 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 اجعوه. لا اجلدوه. انزلوني اجلدوه. لا على بالك تهرب من عندنا؟ ما اقدر اضرب. عبالك احنا ما اقدر اضرب طعم بالسهم. طعم ايزي بيزي. بموت انا، الاسهم ما تضرب. لا بسيطة. هيا اذهبوا الى بيته وانهبوه، اسرقوا منه كل شيء. تعال يا ولد لا تنتقم ولا شيء، خلونا نسرق نشوف شنو عنده. عنده توت. ايه تعالوا تعالوا، عنده توت وعنده كل شيء، عنده لحمات. اسرقوا اسرقوا، اخذوا 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 كل شيء، اسرقوا كل شيء، اسرقوا كل شيء، حلال زلال عليكم، حلال زلال. اسرقوا انهبوا لي هذا اكسس انفنتوري. وات، ما يصير نكسر البيت؟ ما يصير، ما نقدر نكسر بيته مع الاسف. لك شلة عصابة راح اجي انتقم منكم، شلة حرامية راح اوريكم، انا القارب حقي انا راح اوريكم. هرب، لقد هرب. انا راح اوريكم. هرب. سوف اعود لكم يا جبان. ساعود لكم من جديد. عد اذا انت فيك خيرا. هرب. هجرنا منا يا همينة. هربنا منا يا جماعتنا، منك خلوه يهاجر هنا واحنا خليناه يهاجر منا. يب احنا حرامية متمرسين. يب يا ابطالنا. طبعا شكرا لولف على تواجده لهذا الوقت وياي. لا شكرا على واجب حبيبي. حبيبي وولف والله. يب يا ابطالنا. حبيبي حبيبي. فكرة افكار حلوة كانت وتمتعنا. فيا بي ابطال هنا وصلناكم لنهاية الحلقة، اتمنى تكونوا استمتعتوا وانا اتمنى يكون حلقة عجبتكم. سبحانك الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم بالحلقة الجاية ابطال، مع الف سلامة.